في الفيديو بتاع النهارده هنجرب سام كولا، يلا بينا. وادي اهو الريسيت عشان ما تفضلش تقول لي بيتباع عندي ب 800 جنيه وبيتباع عندي ب 100 بقره وبيتباع عندي بحاجات غريبه. فين سام كولا؟ سام كولا بيتباع ب 5 جنيه 95 قرش، يعني 6 جنيه. يا رب الكاميرا تجيب بقى، يا رب الكاميرا تجيب. طبعا كل ده طبعا حاجات هنجربها، حاجات تانية بس مفاجآت بقى، مفاجآت. ادوها يا باشا سعره قدامك عشان ما تروحش تقول لي ايه بيتباع عندي ب 800 جنيه. انت بقى بيضحك عليك، دي مش بتاعتي، دي مش بتاعتي. طيب سان كولا ده ناس كتيره جدا قالت لي عليه وقالت لي جربه، ده مفروض بدون غازات، ما اعرفش ازاي شراب كولا بدون غازات، مش عارف يعني ازاي، يعني بيبسي بدون غازات مش عارف برضو ازاي. وعلى ما اظن، على ما اظن بيقول ان هو كان موجود زمان ورجع تاني بقى، فانا ما دوتوش اصلا زمان، فانا هدوق معاكم بقى لاول مره واشوف ايه سان كولا ده. يعني لا يؤخذ الا باسم الصنف، مشروب كوكاكولا استيراد سودانوكو. ايه سودانوكو ده؟ طعم الكولا المنعش بدون غازات، لا يحتوي على ايه محليات صناعيه، خالي من المواد الحافظه. هل انت في كل ده؟ انا مش عارف يعني احنا ايه هنكتشف. ايه ده؟ هنكتشف طعم الكولا المنعش. بص في كل حته كاتب لك طعم الكولا المنعش، طعم الكولا المنعش. بص انت لو بصيت تحتك دلوقتي هتلاقي مكتوب طعم الكولا المنعش اصلا، ولكن ما علينا، هنجرب وادينا هنشوف اقتراحاتكم وحاجاتكم اللي انتوا بتقولوها لي كده في الكومنتات، ونشوف طعم الكولا المنعش ده. بسم الله. ايه الو مين؟ ثواني، هو في طعم في بالي بس انا عايز اتاكد منه قبل ما اظلم يعني الشركه او اقول اي حاجه. مش بص بص، عارف لما تكون جايب بيبس او جايب كنزايه بيبس مثلا وتفتحها وتسيبها كتير، او جايب مثلا ازازه بيبس لتر وتفتحها وتسيبها كتير فالصودا بتاعتها تروح، لما تيجي تشرب بقى تحس انت بتشرب كولا من غير صودا، يعني ميه طعم بلون طعم الكولا باين او طعم البيبسي باين ولكن مفيش صودا. هو ده نفس الطعم بالظبط، يعني طعم كوكاكولا من غير صودا. مش عايز اظلمهم لان هو اصلا كاتب لي في كل حته شراب كوكاكولا بدون غازات. هقول لك لا وحش لو هو اصلا كاتب لك في كل حته شراب كولا بدون غازات، ما اعرفش هل مثلا عشان الغازات مضره مثلا فعاملين حاجه زي كده، ولا مين في الكون اصلا بيحب اصلا كوكاكولا او بيبسي من غير غازات اصلا، من غير الصودا بتاعتهم؟ انا مش فاهم طعمه قوي، يعني طعمه حرفيا بيبس سايبه مفتوح مثلا والصودا بتاعته راحت وبقى بيبس عندك من بدون غازات او بدون صودا خالص. يعني انا ما اعرفش هل في ناس بتحب حاجه زي كده او ناس بتستطعم بطعم البيبسي من غير ما يبقى فيه صودا وكده، يعني انا مش عارف بصراحه، انا ما بستطعمش حاجه زي كده. 6 جنيه و250 مللي. مش عارف، اكتب لي طبعا تحت في الكومنت هل انت بتحب الكوكاكولا او البيبسي بصودا ولا لا. انا شايف طبعا البيبسي او الكوكاكولا او اي حاجه بصودا هي بتساعد طبعا وانت بتاكل، يعني تبقى لها طعم كده، لكن فكره بيبسي بدون صودا خالص او كوكاكولا بدون صودا خالص مش عارف. يعني لو في حد بيحب بيبسي وكوكاكولا من غير صودا ممكن يكتب لي تحت في الكومنت ونشوف هل فعلا في ناس كتيره بتحب حاجه زي كده ولا لا، لان انا يعني من شخصي انا شفتش حد بيحب كده قبل كده. يعني بحاول انقل لك الطعم بالظبط لان انا مش عارف، يعني انت مش هتستطعم حاجه زي كده، فانا بحاول انقل لك طعم الحاجه دي بالظبط عشان لما تيجي تشوفها تقرر تشتريها ولا لا. فاكتب لي انت بقى تحت في الكومنت هل فعلا لو لقيتها تقرر تشتريها ولا لا. سان كولا اديله كام من 10؟ ما اقدرش اديله ريت وحش لان هو كاتب لي في كل حته ان هو سان كولا شراب كولا بدون غازات، ما ينفعش اجي اقول لك ده بدون غازات فيا صاحبي 2 من 10. لا هو كاتب لك اصلا في كل حته سان كولا بدون غازات في كل حته فوق وتحت في كل حته، فمش عارف اديله ريت ايه بالظبط. هو معايا مثلا ممكن يكون كبدون غازات 8 من 10 او 9 من 10 لان هو فعلا بدون غازات، كوكا كولا بدون غازات. كالوصف، وصف الحاجه ذات نفسها اللي هو قايل عليها، هو فعلا الطعم كده. ولكن يعني هو كوصف الحاجه 9 من 10 10 من 10 كمان، لكن كطعم يعني ليا انا لا ما عجبنيش. انا زي ما قلت لك بيبسي بدون صودا، فمش عارف ممكن اديله 3 من 10 لو لقيت تاني لا ما اجيبوش خالص. يعني ما تنساش بقى تعمل لي فولو الانستجرام وفولو التيك توك لان احنا بنقدم عظمه هناك دلوقتي، وميني فلوج صغير بقى كده بقول لكم اليوم بتاعي ماشي ازاي والكواليس بتاع التصوير، بسالكم اسئله هناك وكده، يعني فهيفوتك كتير جدا جدا. وطبعا هنا طبعا على الفيسبوك فولو عشان نوصل ل 100,000 في اقرب وقت ممكن. الدعم بقى بتاعكم شير ولايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.